وشرب من هالكيس اللي عنده. قال له ليش انت اتعس شيء هيك هلا تعيس؟ قال له يا خي خبروا عن مرته، خبروا عن اولاده، خبروا عن حماته، خبروا عن شغله، عن مديره، عن كله. وشو بدي اعمل؟ صار يركض يا خي بشتري لك غير هيدي، وراحت سيارتي قلت بدي اشتري له غيرها، راح ابني بالمدرسه حط كل مشاكله، صفقه تجاريه مهمه عملتها، بعدين غضب علي هيك وقشين الصفقه. شو بدي اعمل؟ وقفت سيارتي هون، اجى واحد سرقها، بعدين واحد سرق الزينه، بعدين جبت فت لهون، راحت هي وراحت هي وراحت هي. شو بدي اعمل؟ معي شويه سم، طلبت فنجان قهوه، حطيت السم بالقهوه، وقد مني تعيس كمان، جيت انت وشربتهم. قال وحده فرنسويه اسمها ليزا، وحده انجليزيه اسمها اليزابيث، وحده عربيه اسمها شيخة أو أم العبد أو شو ما بدكم تسموها. ثلاثة زوق من شغل البيت، وقالت لا دخيلك شو أنا بدي ضلني قاعدة شغل البيت، بدي أقعد هيك إجر على إجر وأقعد أرتاح شوي، كل الوقت أنا قاعد وعم بشتغل بهالبيت وشو بدي أعمل؟ قالت له تعطى أضرب كلنا ما نشتغل، لا أنت ولا أنا ولا أنا، ونشوف شو بيعملوا رجالنا. والله هيدي هالإنجليزية إجا جوزها على البيت، كنس وجلي وطبخ، وبعدين ثاني يوم إجا قال لها تعي أختك على هالمطعم، وثالث يوم مدري شو جاب لها هدية حبيب قلبي وهيك يعني، ونظف هالقزاز صرت اقشع كثير منيح، يا الله صار يشوفني احلى وانا اشوفه اجمل وهيك. وقامت ثاني يوم كمان شو عملت؟ عمل لهذيك الانجليزيه كمان زيت الشيء. جيت ما لقيته الا طبخ وكل شيء عمل. وانت شو عملتي؟ يا ام محمد يا ام العبد، اجا دوره بالحكي. انا رحت بعد ما تركتكم وقلت لزوجي اسمعي يا محمد انا زهقت من شغل البيت، واعملي حسابك انه بكره لا كنس ولا اطبخ ولا اكوى. بصراحه اول يوم ما شفت شيء، ثاني يوم ما شفت شيء، وثالث يوم بعد ما شفت شيء، والحمد لله رابع يوم بلشت اشوف شوي بعيني اليمين. لبدا ضربه، هذا الفرق بيننا وبينهم، مهضومين انكم تشوفوا شو عم بيصير وشو الفرق بين الشرقي والغربي. الغرب دايما المرأة اللي عم بيصير اليوم بأوروبا وبأمريكا إنه إذا حبت على جوزها بنقتلها، وبيعلموا أولادهم لازم تقتلها ولازم أمك تموت وبتربيك ستك، وأم البنت اللي ماتت بتقول إيه بنتي زانية، وهيك عم تربى الفكرة إنه نحن بنقتل النساء. هيدا غلط، منا موجودة، أوصيكم بالنساء خيرا، ما هي موجودة بالإسلام أبدا. وقت اللي بيقالوا اضربوهن في ثلاث نقاط هون مهمين، موجودين عند المرأة مش موجودين عند الرجل. هود بوحدة ثلاثية، جلدون يعني غيروا لهم جلدون، حمين ما يسخنة ما يمسقع، لحتى تروح الخوف ويروح الكبت الجنسي. أكيد المرأة اللي مع جوزها ما في ملاطفة ما في مداعبة، يعني حتى الحبيب قال انتبهوا، الجنة تحت أقدام الأمهات. بس نحن شو عطينا للمرأة؟ كانت قديمة بالهند الرجال بس يموت مرته بدها تموت معه بيحرقوها وهي بالنار بتصرخ، لأنه إذا ما رحتي معه ما بتطلعي على الجنة. بس إذا المرأة ماتت هو بيروح بيشوف غير مرأة، بس إذا الرجال مات لازم المرأة تموت مع جوزها. هيدي شريعة حتى الجهل والكبت واللي عم نعمله، منا شريعة الله أبدا، هي شريعة جهلنا وشريعة خوفنا وطمعنا. شاب أمريكاني قام بتجربة سموها سوبر سايز مي، حضروا الفيلم. هالأكل اللي أكلوا خلال شهر شو صار فيه من كل هالأكل الجنك فود واللي عم بتشوفون الوجبات السريعة، مرض كتير، وشافوا أنه هالمرض بيجيب كتير مدخول مادة، مرض بسرعة بموت موت بطيء. شو عملوا؟ أخذوا هالمأكولات كلها وكبوها بأمة العرب، أمة لا تقرأ، لا أمة لا تقرأ، تقرأ لا تقرأ، بتشوف تلفزيون بتشوف انترنت. قريبا إن شاء الله خلال أسابيع رح يكون في عنا محطة على الانترنت بتشوفوها 24 ساعة، ما في ولا دعاية، في شكر. وبتمنى نيو تي في رح يعملوا موقع كمان بتشوفوا كل برامج النيو تي في بدون ما ينفرض عليكم أي فريضة أي دعاية.
بحطوا كل اللي قالته مريم نور، وإن شاء الله على كل وسائل الإعلام ممكن تبعتون، هيدا من حقها بدون ما تطالبوها، لأنه ما أخذت من حدا مصاري، ما حدا كرم ماديا يعني ولا بحرية. سونار الفراعنة، تحديد الجنين على الطريقة الفرعونية، إن أول من اكتشف تحديد نوعية الجنين الفراعنة، ولكن كل شيء بيده سبحانه وتعالى يوزع الرزق على من يشاء. أحببت أن أنقل هذه المعلومة من باب الطرافة. أول من استطاع معرفة نوع الجنين بطن أمه المصريين القدماء، وذلك بطريقة بسيطة جدا، حيث أنهم يطلبوا من المرأة الحامل أن تتبول في إناءين كل على حدة، بعدين بيحضروا حفنة صغيرة من القمح وحدة من الشعير، ويضعون كلا في إناء، وبعد متابعة عدة أيام نبت الشعير أولا يكون مولود ذكر، نبت القمح تكون أنثى. كرروا العلماء هالتجربة وثبتت 100%، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. هلأ اللي عم تتشارعوا على كذا إذا كانت حقيقة إيه أو لا، إنه المرأة نصف الرجل للرجل مرتين زيادة، هيدي قال الإمام علي وحقيقة. وقت اللي ضيعوا وحده مع بنت وصبي، لمين البنت ولمين الصبي؟ من الحليب بتعرفوا، درسوا ميكروبيوتيك باللغة العربية وبالإنجليزي موجودين، بيكون بحليب الصبي في دبل يونج انرجي، حليب البنت دبل ين انرجي، حليبه وانت حليب هو ذكر، فإذا حليب الذكر مدوبل عنده اليونج عن البنت، مشان هيك وقت اللي مرة بتحمل هي بتاخد اكس او اجراك، انت الرجال اللي بيحدد، جابتهم كلهم بنات يا اخي، انت اللي اعطيتها وهي سحبت، فاذا فيك تسحبي صبي او تسحبي بنت، نعم بتغيري الرحم اسيد او الكلاين، فيك تركبي مثل ما بدك، كيف الحبيب اسرى عبده وكيف جاب نطفة ام ابيها، ولكن هيدا محمد وخديجة الحبيب وسيدة نساء العالمين. فإذا نحن شو بدنا نعمل؟ كل واحد منا منك أقل، كل امرأة الجنة تحت أقدام الأمهات، كل امرأة زينب وخديجة وعائشة ومريم ورابعة، وكل رجل قوام هو محمد هو علي هو عيسى ابن مريم، انت ولي حكيم عليم، ما تفكر بالدنيا عبرة، بس يكون عندك فكر وذكر للآخرة، ما تسأل حدا، استفتي قلبك، انا اقرب لك من حبل الوريد، ولكن بدك عن الناس معزلة، بدك تدفع الثمن، شو هو الثمن بدك تدفعه؟ شكرا لكل شيء بهالدنيا، بس مرور الكرام، عم تمرق على جسر، ما تعمر بيتك على الجسر، بيت من عنكبوت كتير على اللي بيموت، شوف الطبيعة كيف عايشة، ما حدا بيعرف القليل القليل عن مريم إلا اللي بيجي بيشوفها بيقعد معها، حتى أنا يعني كل يوم شك أوقات بقول له أنا هالقد بتحبني، لأنه ربينا أنه هي مطلقة زانية، هيك بيبقى عندي خجل، هالقد بتحبني، العالم كله بيكرهني 99%. يعني الكثير منا يذكر قصة الأسد الذي غتال مدربه محمد الحلو وقتله غدرا في إحدى عروض السيرك بالقاهرة. نعم نشرته الجرائد، وبعد ذلك من انتحار الأسد، وقال لهم دخيلكم ما تقتلوا للأسد، قديش في محبة ورفق بالطبيعة بالحيوانات، شوفوا النمل، شوفوا الطبيعة كلها كيف بتعيش، الطبيعة بعدها طبيعية، واحدة اللي تغيرت صرت امشي على راسي مش على اجري، وين راحت الطبيعة عند هالإنسان الطبيعي؟ ليه بطلنا خليفة؟ كل رجل محمد وكل رجل مسيح، أنا أتيت لأنك أنت مسيح آخر مثلي وأكثر آخر، إيمانك شفاك، موعظة الجبل يا حبيبي، أي كلمة بتاخدوها من أي كتاب، كل كتاب مقدس، وأنت كتاب الله وسر الله، بس بدي يكون عندي أنا هالوعي هاليقين، يقيني يقيني، بدي حتى الكتاب
نعم صار في عنده حالة جنون الأسد وشو عامل فيه. وانتو كلكن هيك، هل سمع الأسد كلمة مدربه والفهمها؟ يبدو أننا لا نفهم الحيوان ولا نعلم عنه شيئا. كانت آخر كلمة قالها الحلو وعم بيموت. وصيكن ما حدش يقتل سلطان، وصية أماني ما حدش يقتل سلطان. عرف أنه الأسد إجي جنون، وشو عم نعمل هلأ بجنينة الحيوان؟ أنا بغار منك، عندك أسد منيح بيروحوا بيطعموه. نعم، نوع من السكاكر، نوع من الحلويات يلي بيقدر يجن عليها. في القطة العجماء تتبرس ثم لا تنصرف حتى تغطي برازها بالتراب. هل تعرف تلك القطة معنى القبح والجمال؟ وهي تسرق قطعة السمك من مائدة سيدها وعينها تبرق بإحساس الخطيئة. فإذا لمحتها تراجعت، فإذا ضربها طأطأت رأسها في خجل واعتراف بالذنب. هل تفهم القانون؟ هل علمها أحد الوصايا العشرة؟ تتحرب بالطم وكي عم تسرق، بتعرف إن عم تسرق بتطلع فيك. والجمل الذي لا يضاجع أنثاه إلا في خفاء وستر بعيدا عن العيون، فإذا أطلت عليه ترى ما يفعل، امتنع ونكس رأسه إلى الأرض. مين علموا الحياة؟ نحن ما بقى في عنا حياة. تعوا على الأشرفية وبيخدكن على مول، ما بصدق. وبقولون لأهل القانون دخيلكم، بيقولوا لي بس هودي عرب يعني بدنا نرضيهم. هيك عم ترضيهم، انت شيطان مثلهم، عم بتزيد الشيطان فيهم. وخلية النحل التي تحارب لآخر نحلة وتموت لآخر فرد في حربها مع الزنابير، مين علم الشجاعة والفدا؟ وأفراد النحل الشغالة حينما تختار من بين الورقات الشغالة يرقة تحولها إلى ملكة بالغذاء الملكي وتنصبها حاكمة في حالة موت الملكة بدون وارثة. مش كيف عرفت الدستور؟ كيف النحل هاي؟ كيف هالنمل؟ كيف هالطبيعة؟ والفقمة المهندس التي تبني السدود، وحشرات الترميت التي تبني بيوتا مكيفة الهواء تجعل فيها ثقوب سفلية تدخل الهواء البارد وثقوب علوية. كل بيوتنا نحن تعلمناهن منهم، من هالطبيعة، علم التوافق. هيدي طاقة للهواء، هيدي طاقة للبسينة، هيدي طاقة للنور. الفراعنة تعلموا من الحيوانات، بتلاقي خوفه تبرم 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 الشمس بعيد ميلاده سطع النور عجبينه. منين تعلموه؟ والبعوضة التي تجعل لبيضها الذي تضعه في المستنقعات أكياسا لتطفو يطفو بها على سطح الماء، مين علم أوانين أرخميدس يلي بيطفي على البحر؟ أرخميدس منين تعلم كيف عمل هالسفينة؟ مين علم هالطبيعة؟ أرخميدس عمل سفينة، أنا بغرق، وحصة صغيرة بتغرق، مين علمها؟ فإذن اللي علم الطبيعة علمني أكثر، هو predictable، أنا unpredictable، يعني هل هيك بتعيش وهيك بتخلف وهيك تترر في نظام لألة، أنا عطاني شر وخير، طلعوا ونزول، وقال لي اختاري، هالميزان بإيدك، حملت الأمانة؟ نعم، أبات الجبال يا مريم بتحمليها؟ بس أنا رح كون أقرب إليك من حبل الوريد، بعلمك، بتصير العلم بيزيد بالعلم، العلم بالتحلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، كلنا بنحلم وبنتعلم، إن كلنا صبر. هلأ طبعاً في نبات اسمه صبير، طلعوا فيها، نبات هيدا، كيف بتخبي ماي؟ شو عرفها؟ الجمل بيعرف، بس هي شو عرفها؟ منين؟